السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو اون سيري ديكزيرسيس على لا بارتي سينيتيك ميكانيكيان في لو موديل دونزيمولوجي. دونك غادي يكون عندنا تخوا زيكزيرسيس، ولكن قبل ما نخدمو هاد لي زيكزيرسيس خصنا ناخدو دي نوسيون، وغادي ندير واحد الغابيل على لي ديفيرون inhibiteurs les neuf le programme les hommes inhibiteurs compétitifs non compétitifs ou incompétitifs. Qu'avant même de faire le rappel, j'aimerais qu'on t'arrive que les la cinétique mécanique qui connaît là par exemple un substrat qui revient la réaction enzymatique en général là un substrat qui revient un produit. Donc l'état initial qu'est-ce qu'on a là un substrat, dès que substrat par exemple نقدروا نقولوا سبستري يكون عندنا حليب ويرجع ياغورت، لو برودوي هو لو ياغورت بار اكزومبل. هذا سي ان اكزومبل. دونك هاد الرياكسيون باش دار خصها ان كاتاليزور، اللي هو في هاد الحاله حنا كنقراو على ان انزيم. دونك ان انزيم هو بروتيين لي كيل فا كاتاليزي ولا غادي يسرع داك التفاعل. دونك اوليو باش نديروها بار اكزومبل في ساعه، نديروها في 5 دقائق à titre indicatif. Donc l'inhibiteur est l'ex de le catalyseur. L'inhibiteur qui va inhiber une réaction. Yani, par exemple, un inhibiteur va dire ou la imène la réaction, ou la il dépend de la nature de l'inhibiteur. Qu'est un inhibiteur compétitif يعني غادي ينافس لو سبستران، بعد غادي نشوفو في الديابوزيتيف الجاي. دونك على حسب داك لينيبيتور، كاين اللي غادي يمنع كاع ما يعطيناش ان برودوي، كاين اللي يعطينا. مهم تو ديبون دو لا ناتيغ دو لينيبيتور، وهادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله اونصومبل. دونك اول حاجة لينيبيتور كومبيتيتيف. دونك لينيبيتور كومبيتيتيف هو اللي كينافس، من السمية كومبيتيتيف هو اللي كي منافس. غادي ينافس لو سبسترا بار اكزومبل. عندنا انزيم ياك نورمالمون لي سبسترا غادي تلصق في الانزيم في واحد لو سيت اكتيف. هاد لو سيت اكتيف هو واحد لا بارتي من الانزيم، اي بارتي بروتييك من الانزيم كتسمى سيت اكتيف. دونك هاد لو سيت اكتيف هو فين غتلصق لو سبسترا. دونك في هذاك الانزيم عندنا واحد لا بارتي، واحد لا بارتي ريدويت من لونزيم اللي فيها غادي تلصق ديك لو سبسترا. دونك سبسترا يل فا سولي ا لونزيم في هاد لا ريجون سبيسيفيك، دونك بالخصوص في هاد لو سيت اكتيف. لينيبيتور عنده في هاد الحاله ديال لينيبيتور كومبيتيتيف كيكون عنده نفس لا ستركتور، كيشبه لا ستركتور ديال لو سبسترا. دونك كيف ما كتشوفوا في لا فورم اصلا ديالو راه كيشبه لو سبسترا. دونك غادي ينافس لو سبسترا، يعني يقدر هو يلصق في الانزيم، يقدر سبسترا تلصق. دونك كينافس لو سبسترا باش ياخد لها البلاصه ديالها صافي، وعندو ستركتور سومبلابل كتشبه لو سبسترا. دونك يل سو فيكس سور لو سيت اكتيف و يل بو بروندر لا بلاص ديال لو سبسترا في لا رياكسيون صافي. دونك بالنسبه ل ليكيليب رياكسيونال ديال لينيبيتور كومبيتيتيف كيفاش كيوقع؟ كيكون عندنا ان انيبيتور ان انزيم ان سبسترا واحد لينيبيتور، سوا هذاك لينيبيتور غياخذ البلاصه ديال لو سبسترا كيف ما قلت لكم هنايا، وغادي يكون عندنا ان كومبلكس انزيم انيبيتور، ولكن ما يعطيناش ان برودوي، با دو برودوي صافي. سوا غادي لو سبسترات تسبق وتاخد البلاصه في الانزيم، وتكون عندنا رياكسيون اللي عاديه اللي كنعرفوها. دونك ان كومبلكس انزيم سبسترا ويرجع انزيم بليس برودوي في التالي. دونك هذه هي ليكيليبر رياكسيونال في هاد الحاله. دونك يكون عندنا انزيم ليبر يل فا سو فيكسي سوا افيك لينيبيتور سوا افيك سبسترا، وهادو هما النتائج ديال سواء الى دار مع سبسترا سواء لونزيم افيك لينيبيتور. بالنسبه لا كورب كيفاش كتكون؟ لا كورب كتكون عندنا باغ اكزومبل هاد لا كورب اللي كتشوفوها
هنايا هادي سون انيبيتور يعني لا فيتاس اون فونكسيون دي سوبسترا دونك لا فيتاس دو ديال لا كونسونطراسيون دي سوبسترا راه غادي تمشي هاك دونك سون انيبيتور غاتمشي عاديه دونك غادي توصل لواحد لا فيتاس ماكسيمال هنايا وغادي تمشي الى درنا ان انيبيتور اللي غادي يكبح ديك لا رياكسيون في هاد الحاله حتى هو الفا اتاندر لا فيتاس ماكسيمال نفس الشيء غير الفرق انه الكام ديال افيك لينيبيتور غادي تكون مبدله على الكام سون لينيبيتور الى جينا هنا نديرو لا فيتاس ماكسيمال سيغ دو ودرنا الى درنا ليكسترابولاسيون pour déterminer le km بالنسبه لسون انيبيتور عطاتنا كام هنا ولكن بالنسبه افيك لينيبيتور شوف الكام اللي عطاتنا هنا ولا هنا دونك في الحاله ديال دوز انيبيتور دونك il va augmenter le km de la réaction صافي دونك في هذه الحاله ديال لينيبيتور كومبيتيتيف ما غادي يكون عنده حتى ايفي على الفي ماكس ولكن il va augmenter ولا changer le km صافي دونك نرى حاولت نغيب كابيتيلي شويه المهم هادو هما اللي تحتاجوهم بوغ ريزولي لي زيكسيرسيس ديالكم المهم حنا كنعرفوا باللي لي زينيبيتور سون دي موليكول دو بسيت طاي في الحاله ديال انيبيتور كومبيتيتيف il va diminuer l'activité catalytique de l'enzyme اللي قلناها l'activité catalytique de l'enzyme يعني il va augmenter le K1 كيفاش شفنا هنايا اوتوماتيكمون سي الى اوغمونتا لو كان لا بونت هي غادي اي فا لوغمونتي لحقاش لو كان هو اللي كاين هنايا في اون برومي دونك لافينيتي فا ديميني لافينيتي هي انه ديك لا ليزون اونتر لونزيم اي لو سوبسترا غادي ينقصها دونك لافينيتي ابارونت اونتر لونزيم و لو سوبسترا غادي تنقص فا ديميني لحقاش كان طلع يعني غادي تكون عندنا واحد لا ليزون اونتر لونزيم و لو سوبسترا غادي il va diminuer تكون ناقصه دونك داكشي علاش كنقولوا il va diminuer l'activité catalytique de l'enzyme صافي دونك هذاك لونزيم ما غاديش يكون افيكاس و ما غادي يكون عنده حتى ايفي سور لا فيتاس ماكسيمال كيف ما قلت لكم لحقاش اون بريزونس دي انيبيتور واخا هكاك وصلنا لا فيتاس ماكسيم دونك هذا هو كل ما اللي تحتاجوه بالنسبه لينيبيتور كومبيتيتيف غادي نشوفو دوزيامون لينيبيتور نون كومبيتيتيف دونك هاد لينيبيتور نون كومبيتيتيف شنو التعريف ديالو هاد لينيبيتور كومبيتيتيف هذا عنده واحد لا فورم كيف ما كتشوفو اللي مبدل على السوبسترا دونك ما كاينش فيهش الى اون ستركتور ديفيرون دي سوبسترا دونك ماشي كيف ما لينيبيتور كومبيتيتيف هذا ماشي منافس ما كينافسش لي سوبسترا في هذا لو سيت اكتيف ولكن كيمشي يتفيكسا في واحد لو سيت ديفيرون على لو سيت اكتيف لو سوبسترا il va se fixer في لو سيت اكتيف هنا ولكن كيف ما كتشوفوا فوايي هنايا باللي لينيبيتور كياخذ واحد il va se fixer في واحد البلاصه اخرى من لونزيم صافي دونك هاد لينيبيتور لي كاركتيريستيك ديالو فهاد الحاله انه سوا il va se fixer فواحد لونزيم اللي غادي يكون ليبر سوا il va se fixer فواحد لو كومبلكس اونزيم سوبستر غادي نشوفوها في هاد لي زيكيليبر رياكسيون صافي دونك لينيبيتور نون كومبيتيتيف كي سو فيكس سور لونزيم ا ان سيت ديفيرون دي سيت اكتيف دونك كيف ما كتشوف هنايا في هاد لي زيكيليبر سوا كيكون عندنا في واحد الحاله كتكون عندنا اونزيم بلس سوبسترا بلس انيبيتور سوا غادي il va nous former un enzyme plus substrat en complexe enzyme substrat غادي يعطينا ان برودوي بلس اونزيم اللي كنعرفوه في الحاله العاديه سوا غادي يكون عندنا ان انزيم بلس انيبيتور وغادي يعطينا واحد لو كومبلكس انزيم سوبسترا انيبيتور هذا اللي معروف انيبيتور كومبيتيتيف وما كيعطيناش ان برودوي صافي دونك كيف ما كتعرفوا باللي
l'inhibiteur non compétitif ma غاديش يجيني لا فيكساسيون دو سوبستري يعني غادي توقع لا فيكساسيون ولكن il empêche la formation de produit هذه الحاله ديال انزيم سوبستري inhibiteur. Donc ملي نمشيو نشوفو هنايا في لي كورب كيف ما كتشوفو بلي سون inhibiteur لا رياكسيون غادي تمشي عاديه ولكن ملي كنديرو الانيبيتور نون كومبيتيتيف ما غاديش يوصل لا فيتاس ماكسيمال كما كتشوفو ولكن لو كا ام سي لا ميم الا جينا ديتيرمينيو لو كا ام ا بارتير دو لا فيتاس ماكسيمال سور 2 ديكستراپولاسيون هنايا غادي تعطينا كا ام لي ميم كا ام دونك سوا سون انيبيتور ولا افيك انيبيتور غادي تكون عندنا ميم كام دونك ما عندوش افي سور كام يعني لافينيتي اونتر لونزيم اي لو سبسترا غادي تبقى كيف ما راها دونك عندو ليفي غير سور لا فيتاس دونك il va l'inhibiteur non compétitif il va modifier la conformation du site actif يعني غادي ما غاديش يلصق في لو سيت اكتيف غادي يلصق في واحد la partie différente de l'enzyme et il va diminuer la vitesse maximale donc il n'influence pas KM, pas de modification pour l'affinité apparente entre l'enzyme et le substrat ça fait donc les exercices en détail ou les représentations de Neuver et Berg le troisième axe c'est l'inhibiteur un inhibiteur incompétitif. Je n'ai pas stoppé incompétitif. Il y a un inhibiteur incompétitif, l'axe dit incompétitif. Mais, dans cette situation, tu peux me dire que tu peux comprendre. L'inhibiteur, dans cette situation, il se lie uniquement à l'enzyme, à le complexe enzyme-substrat. Il y a un qui compte déjà le substrat fixé à l'enzyme, qui connaît dans le complexe, et qui gère l'inhibiteur. Ou qui te fixe. Donc, ma qui te fixe, je fais un enzyme libre. Donc, rien, mais qui connaît le complexe enzyme substrat. Ça fait. Donc, l'inhibiteur incompétitif qui se fixe sur l'enzyme déjà lié à son substrat. À son substrat, à chez les gounons. Donc, fait l'équilibre réactionnel d'IALO. Donc, Edna établi, on présente l'inhibiteur incompétitif. Je n'ai pas qui connaît Edna. Une partie radi qu'on a un complexe enzyme substrat radi atteindre le produit d'IANA et la cinétique la réaction de cinétique qu'on a dit par contre la partie les radi sera bloqué les enzyme substrat inhibiteur on va atteindre un produit kif ma katchoufou la courbe hnaya la réaction mais de vitesse en fonction du substrat donc la vitesse de substrat dis qu'on concentration du substrat est ce qu'on a dit mais les qu'on sont inhibiteurs qui font machine à connaître ou les qu'on a dit l'inhibiteur radi il va diminuer la vitesse maximale ma radi chou la vitesse maximale ou hâte bien n'est pas là le km ma radi t'con différente il a gêné l'hissé ou le km fait le hala radi le qu'on le km radi dit l'inhibiteur à ce qu'on le par contre le km dit son inhibiteur radi t'con kbira ça fait donc il va diminuer KM FM quand on a dit les risques qu'on t'a fait pour les différents inhibiteurs on va dire que je vais faire 14 دقيقة donc soit نوقف soit نزيدو ما عرفش الصراحة واخا نكملو ماشي مشكل واخا يكون لا فيديو كبير واخا l'exercice 1 قلنا on étudie la cinétique d'une enzyme méchaélien en présence et en absence d'un inhibiteur I dont la concentration est de 5 millimoles les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous donc ici on a étudié la cinétique d'une enzyme méchaélienne avec la présence il y a un inhibiteur et l'absence d'un inhibiteur donc on va voir les courbes déjà ici on va les représenter par la représentation de Lenever et Berg. Lenever, c'est ce que je veux dire.
واخ لي ريزلتا هما هادو. دونك عطانا لا كونسونطراسيون دو سوبسترا هادي بالمليمول باغ ليتر، وعطانا افيك لينيبيتور، وهنا عطانا سو انيبيتور لي فيتاس، دونك بالمليمول باغ مينيت، هادي هي لينيت صافي. دونك حنا غادي في لا بروميير كيسيون قالنا تراسي لا ريبريزونطاسيون دو لي فاريبل كون ابسونس اي اون بريزونس دينيبيتور. دونك كيف ما قلت لكم بلي بوغ تراسي لا ريبريزونطاسيون اون دوبل انفيرس، خصنا هادي نديرو لها لانفيرس ديالها وهادي نديرو لها لانفيرس ديالها، وفي هاد الحالة تا هادي. دونك غادي نديرو واحد على السبسترا، واحد على لا فيتاس، واحد على لا فيتاس سون انيبيتا صافي. وغادي يكون عندنا، غادي تكون عندنا سو فورم، غادي نشوفوها هنايا في البي دي اف ديال لو بروف. دونك غادي تكون عندنا هكا. دونك الى درنا دوبل انفيرس غيخرجوا لنا لي ريزلتا هكا. الى درنا واحد على باغ اكزومبل هنا في هذه الحاله، واحد مقسومه على 1.66 غتعطينا 0.6. غير هنايا ماجور، غير تقدر تخرج لكم 0.590 ولا ديروا 0.6 باش ما تخربقوش ملي تكونوا تراسي صافي. ماجوري الريزلتا ديالكم وصافي، لا فالور اللي غتخرج لكم الفو لو ماجوري صافي. وهنا نديروا واحد على لا فيتاس افيك انيبيتور وسون انيبيتور. غادي نمشيو لا ريبريزونطاسيون ديالنا نشوفوا كيفاش غتخرج. دونك لا ريبريزونطاسيون ديالنا تخرج لنا بحال هكا. غادي نجيو نتخاصيو واحد على على كونسونطراسيون دو سوبسترا. دونك 0.1 0.2 نمشي بواحد لاشال ديال 0.1 مليمول. غير هنايا ملي غادي نديرو لانفيرس ديال سوبسترا تا لينيتي غادي نديرو لها مليمول موان زا، لحقاش نديرو واحد على المليمول صافي. لا ميم شوز بالنسبة لينيتي ديال لافيتاس، غترجع بحال هكا. المليمول كان عندنا غادي يرجع مليمول موان زا، و كانت عندنا مينيت موان زا لانفيرس ديالها هو مينيت سكس بوحدها. دونك غادي نجي نتخاصي اول حاجة، غادي ندير سون انيبيتور اللي راني دايرو بلا كولور بلو صافي. دونك 0.1 مع 5، 0.2 مع 6، 0.4 مع 8، وراني غادي لي 4 بوان نبريزونتي لي 4 بوان، نجيب واحد لا ريكل ونسطرها هكا، كنخلي واحد لابارتي نيجاتيف هنا ديال لي زابسيس صافي. غادي نسطر هكا وغادي نجي نتراسي عاوتاني دوك لي فالور اللي عندي افيك انيبيتور، ونتراسي 6 مع 0.1 8 مع 0.2. وانا غادي ملي غادي تراسيو لا كورب ديالكم غادي طيح لكم هنايا لانترسيكسيون تقاطع هنايا، وغادي طيح واحد لا فالور دو كا ام هنا. دونك شنو فوزالي روماركي بلي عندهم فالور وحده ديال لا فيتاس ماكسيمال غتكون عندهم اينيك، ولكن اللي تبدل هو الكا ام صافي. دونك الكا ام هو اللي غادي يتبدل، يفا شونجي هنا هنا في المهم تراسين. غادي نخليو التراسمون ديالنا هكا. لا دوزيام كيسيون شنو قالنا؟ قالنا ديتيرميني كا ام اف في ماكس دو لونزيم دون لي دو كا. لا تخوازيام كيسيون قالك ديتيرميني هاد لينيبيتور، يعني يساجي de quelle nature d'inhibiteur, ou calculer son KI et donner sa signification. Ça fait donc qui fait ma question faut bien déterminer la vitesse maximale. On a déjà vu ça. Donc 1 à la VM est 4, mais nous voulons la VM est 1 à la 4, est 0.25. بالنسبه ل KM عندنا ناقص 1 à la KM بالنسبه ل avec inhibiteur هي ناقص 0.2. 1 à la KM غتعطينا فالور بوزيتيف بليس 0.2، والكا ام هو لانفيرس ديال 0.2، ولا ميم شوز بالنسبه لهذا. غادي نمشيو نشوفو لي ريزلتا ديالنا في البي دي اف. دونك ابخي لا كورب لما بيناش شويه داكشي علاش وليت تراسيتها. دونك ديتيرميناسيون كرافيك دو كا ام في ام. دونك كيف ما كتشوفو كيف ما قلت لكم بالنسبه لناقص واحد بالنسبه لون ابسون زينيبيتور هي عادي، دوك ناقص واحد على كا ام ترجع واحد على 0.4 هي 2.5 مليمول. وبالنسبه للفي ام يكون عندهم لي فالور بحال بحال، دونك 1 على 4 اللي هي في ام كتساوي 0.25 ميكرو مول بار مينيت. اون بريزونس زينيبيتور هي عادي الكا ام، دونك ناقص واحد على كا ام تعطيك ناقص 0.02، والكا ام هي بليس 0.2، واحد على كا ام هي بليس 0.2، والكا ام هو واحد على 0.2 ايكال 5 ملي مول. دونك بالنسبة للفي ام تكون لا ميم
valeur بحال اون ابسونس دينيبيتور. دونك لا سول ديفيرونس هنايا كنا ديتيكتي انه كاب il va augmenter. Donc elle a jugé son absence d'inhibiteur. En présence d'inhibiteur, elle a valeur tala. Donc je n'ai pas de l'angle. On a d'après la réponse précédente que K1', qu'on dirait bien sûr, on dirait la distinction entre l'inhibiteur avec inhibiteur et son inhibiteur. Donc avec inhibiteur prime, donc K1', et V1' égale Vn. Donc la vitesse maximale, sont égaux. Je vais vous la vitesse maximale. Donc l'inhibiteur augmente Km, il diminue l'affinité apparente entre l'enzyme et le substrat, et dès que la liaison de Kent-Squier-Radin-Ksa, et n'affecte pas Vm. Il s'agit donc d'un inhibiteur compétitif. Ça fait. Pour calculer Ka plutôt, il y a la concentration, il y a la constante de dissociation de complexe enzyme inhibiteur. Enzyme inhibiteur, il y a tafkouk entre l'enzyme et l'inhibiteur. On a les constantes de dissociation des autres enzymes, par exemple, il y a l'enzyme substrat, qu'est-ce qu'on a une constante K1 par exemple, بالنسبة l'enzyme mécaïlien, on connaît qu'un espoir. Mais il y a une enzyme substrat, il y a une enzyme inhibiteur, K1. Donc, on a un arphobe, les K'M, selon la formule, il y a égal K1 fois 1 plus la concentration inhibiteur à la KI. Puisqu'il s'agit d'un inhibiteur compétitif, on calcule KI. Donc, on va faire KI maintenant. Ça fait on va des équations avec K1'. غادين هادي نهبطوها لتحت ايغال تقلنا هادي صافي وهاد الواحد نجيبوه من هنايا تبقى اي على كاي ونخرجو كاي اللي هي اي على هذا كامل وغادي نبداو نديرو لابليكاسيون نيميريك لا كونسونطراسيون انيبيتور كتساوي 5 عطاوها لنا في لي دوني في ليكسيرسيس وكا ان بريم خرجناها اللي هي 5 ديال الانيبيتور افيك الانيبيتور كا ان سون انيبيتور جوج ونص موان زان عطاتنا 5 ميلي مول ولا ميلي مول صافي. المهم هذه هي لو بروميير اكزيرسيس. دونك هذيك هي لا ريبونس ديالو. لا دوزيام اكزيرسيس غادي نحاول نشوف بروغريسيفمون نخدمو ان شاء الله. لا سينيتيك دي لونزيم سويفي اون بريزونس اون ابسونس دان انيبيتور على كونسونطراسيون دو 1 ميكرومول. دونك عطاونا لا كونسونطراسيون ديال الانيبيتور وقالوا لنا لا ميم شوز كيما لو بروميير اكسيرسيس. دونك قال لك بريزيسي لو تيب دينيبيس يون اكسيرسي باغ اي. دونك باش بو بريزيسي لو تيب خصنا نديرو لا ريبريزونطاسيون ديال ريبرك باش نعرفو لي تيب دينيبيسيون واش يل فا نوز اوغمونتي كا ام ولا ديميني في ام سا ديبون باش نعرفو لو تيب ولا غادي بجوج بيهم يل فا لي ديميني. مهم على حسب حتى نديرو لا ريبريزونطاسيون عاد نعرفو من لي كو. La deuxième question, quel que déterminer les paramètres en absence et en présence de i, qui est le premier exercice. Au 3, quel que donner les équilibres réactionnels établis en présence de l'inhibiteur i ou calculer ki. Ça fait. Donc, je vais présenter les résultats qui me chutent sur l'exercice 1. Donc, tracer l'échelle d'IALI, on a maintenant les unités. Donc, كيفما لقيت باللي سون انيبيتور ها منين كيفوت و افيك انيبيتور ها منين كيفوت. دونك كيفما ما عندناش لانترسيكسيون في لا فيتاس ماكسيمال. دونك عندنا لانترسيكسيون هنايا في كام. دونك هذا الانيبيتور غادي يخلي ميم كام ولكن il va changer la vitesse maximale. دونك اللي كيشونجي لا فيتاس ماكسيمال شكون هو الانيبيتور نون كومبيتيتيف. il va diminuer la vitesse maximale. صافي هو الا ديمينيي لا فيتاس ماكسيمال يعني لا بونت غادي تكون طالعه لحقاش لا بونت كتساوي ك ام على في ام. الا هبط المقام في ام دونك غادي تكون لا بونت طالعه. صافي دونك نمشيو نشوفو لا ريبونس ديال لي زوطخ اكزيرسيس. Donc l'exercice 1 fout 9.
دونك لا ريبونس ديالنا هي هادي. دونك غادي نديرو بعدا لي دوبل انفيرس، دونك واحد على السبسترا، واحد على لا فيتاس اون انيبيتور، واحد على لا فيتاس افيك انيبيتور. برانسيب واحد نمشيو بين فيريفيو لي زينيتي ديالنا ونمشيو نديرو ان ليشال. ردوا البال مع لي شخص، دير واحد لي شال لي معقول. باغ اكزومبل هنايا نمشيو ب 0.1 بالنسبة للسبسترا، لحقاش عندنا او ماكسيموم 0.3 ولا 0.4. المهم وهنايا لا فيتاس كتوصل حتى ل 1.2، دونك نمشيو باغ اكزومبل 0.1 ولا 0.2 حتى هما يخرج. دونك كيف ما شفتو في لاكور عندي تماك، دونك دابخي لو غراف اون كونستانت كو لينيبيتور ديميني في ام ان افيك 3 كا ام كيف ما كتشوفو. Il s'agit donc d'un inhibiteur non compétitif où la détermination des doublés paramètres, par exemple en absence d'un inhibiteur, donc la seule différence est la vitesse maximale. Il va diminuer la vitesse maximale. Avec la vitesse du substrat, on va dire la vitesse maximale en présence d'inhibiteur. دونك واحد على في ام كتساوي كيف ما كتشوفوا في الكراف هنايا، واحد على في ام هنا بالنسبه لسون انيبيتور خرجتنا 0.2، وفي ام هي واحد على 0.2، وواحد على في ام بريم افيك انيبيتور خرجتنا 0.3، وواحد على 0.3 هي في ام بريم كيف ما كتشوفوا هنا 3.33، ما تنساوش لينيتي. وهنا خرجتنا 5 ميكرومول. نمشيو لا ثروازيام كيسيون، قالك دوني لي زيكيليب رياكسيونال ايتابلي اون بريزونس دينيبيتور. دونك هادي هي اللي شرحناها قبيله بعدا ديجا في الغابيل ديال لي زينيبيتور نون كومبيتيتيف. دونك هنايا كيكون عندنا اونزيم بليس سوبسترا بليس انيبيتور، هنا مازال ما داروش لو كومبلكس، دونك اللي هما عندنا باغ اكزومبل ان ميليو الى كيف قلنا في الانيبيتور نون كومبيتيتيف il va se fixer un site différent au site actif. Donc ma dit chez le site actif ou soit il va se fixer un enzyme libre ou là ou bien un enzyme un complexe enzyme substrat il est normalement l'inhibiteur non compétitif. Donc هنا الى كان عندنا la réaction عاديه غادي يمشي l'enzyme plus le substrat غادي يعطينا ان كومبلكس اونزيم سيبسترا يل فانو دوني ان برودوي ياك. سوا غادي يكون عندنا اونزيم بليس انيبيتور غادي يكون عندنا ان كومبلكس اونزيم انيبيتور، وهنايا سوا غادي يكون بليس سيبسترا ويعطينا ان كومبلكس اونزيم سيبسترا انيبيتور وما يعطيناش ان برودوي. سوا في هاد الحالة عاوتاني الى جا الانيبيتور وتفيكس هنايا في هاد لو كومبلكس، دونك كيف ما قلنا لينيبيتور الفا سو فيكسي سوا انزيم ليبر ولا ولا ان كومبلكس انزيم سيبسترا الفا نو دوني هاد الاو اس اي وما تعطيناش ان برودوي صافي. دونك هذا هو ليكيليب رياكسيون. لا كاتريام كيسيون نوزا دوموندي دو كالكولي كاي. دونك كاي كيف ما قلت لكم هي لا كونستانت دو ديسوسياسيون ديال لينيبيتور. دونك اون بريزونس دان لينيبيتور نون كومبيتيتيف لا فيتاس ماكسيمال ديمينيي دان فاكتور دو 1 plus i sur k. Donc, on a fait le cas, on sait que v'm, dans le compétitif, on a fait km. Dans le non compétitif, on a fait vm, qui est à la vitesse maximale. Et dans le compétitif, qui est à la km. Donc, on a fait km prime, ou on a égal km fois 1 plus i à la ki. هنا لا، هنا غادي نديرو في بريم ام ودير في ام سيغ واحد بلس اي على كا. راه فاسيل ا كومبخوند، فاسيل دابخوندغ هادو، هاد لي غولاسيون كاع ما يخلعوكمش. دونك في ام بريم على في ام كيف ما درنا قبيله نخرجو الكا اي، كا اي هي اللي عندنا الغرض بيها، وفي كاع الحالات يكون عندنا لا كونسونطراسيون دو لينيبيتور على في ام سيغ في ام بريم موان زان. هادي بالنسبة للون كومبيتيتيف. بالنسبه للكومبيتيتيف فاش كاين شونجمون كاين غير في هذا. فالمهم هنايا فاش تبدا وتكون عندنا كابريم ام كتكون ك ام فوا هذا الواحد بليس الاي على ك اي، هنا كتكون عندنا في ام على هادي صافي. دونك غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك اللي عطانا هي واحد لا كونسونطراسيون ديال لينيبيتور في ام
son inhibiteur y a comme ça. V'M dias avec inhibiteur qui va diminuer la valeur dans la vitesse maximale. 3,33 moins 1, des choses comme juge micromol. Le troisième exercice, monsieur, nous chauffons ensemble. Le troisième exercice, les moyens, bzef. Gana, on étudie la cinétique d'hydrolyse. Alhamdulillah, du substrat au nitrophényl bêta-galactoside par la bêta-galactosidase. Attendre la concentration du LA en absence et en présence de millibios à 0,17 mol. Les vitesses initiales sont exprimées en variation de la DO 410 nanomètres par minute. Et là, le substrat, il va absorber 410 nanomètres par minute le spectrophotomètre. Donc, on va dire qu'on tient la vitesse d'elle en fonction d'elle. Qui fait qu'on a qu'un délai TP en fonction d'elle les valeurs. On dit qu'on tient la vitesse d'elle le substrat en nitrophénol bêta galactoside. Ça fait. On dit qu'on a des absorbances métalliques. Ça fait qu'on tient la vitesse d'elle. Donc, l'enzyme ou le bêta galactosidase, donc elle est la concentration. Ou le millibiose ou l'inhibiteur, fait le halal, il est 0,17 mol par litre. Ça fait donc la première question. Donc, quel type d'inhibition le millibiose existe-t-il sur la bêta galactosidase? Donc, l'inhibition sur l'enzyme chnoïa, la nature d'IA, déterminer les paramètres cinétiques, KMDIN, KI, ou calculer le cas catalytique de l'enzyme en seconde moins 1, sachant que le coefficient d'extinction, la epsilon à 410, qu'elle sert de 3301 sur mol fois centimètre. Donc, je vous à la baracatil. Le troisième exercice, donc, qui veut m'agoter comme que déroule le double inverse 1 sur substrat, la concentration 1 sur la vitesse, 1 sur la vitesse, plus basson inhibiteur ou là avec millibiose ou là avec inhibiteur. اتخليوا لي جينيتي ديالكم كيف ما راهم غير هنا واحد القضيه ردوا لها البال اللي مهمه بزاف هنا نورمالمون كتشوفوا لي فالور دائما حاولوا باغ اكزومبل واخا تخرج لكم هنايا باغ اكزومبل تقدر تخرج لكم 0.1 في 10 على بويسونس 5 ياك ارجعوها 1 في 10 على بويسونس 4 وماجوري من الريزلت ديالكم دونك باغ اكزومبل الى دائما خليو هاد لا بويسونس دي سا لا بويسونس هاد لا بويسونس تكون ايدونتيك بالنسبه ليهم كاملين باش يجيكم ساهل في لا ريبون لا ريبريزونطاسيون صافي ما تضيعوش الوقت وهنا واحد على لا فيتاس دونك ها هي دلتا دي او موان 1 فوا المينوت صافي دونك خرجوا لنا هاد لي فالور غادي نمشي ندير لي شال ديالي ونخدم ها لا ريبريزونطاسيون باغ ليون فاريبل دونك واحد على لا فيتاس اون فونكسيون واحد على السبسترا لي زينيتي غادي ندير لهم لافيرس ديالهم دونك كيفاش خرج لي هذا نبدل على الاخرين كيف ما كتشوف افيك انيبيتور شوف و سون انيبيتور شوف دونك ما كاينه اوكين انترسيكسيون اونتر لي دو كورب دونك عندهم في ام مبدله وعندهم كا ام مبدله صافي اوتوماتيكمون انا مين نشوفهم بجوج مبدلين راه سي ان انيبيتور ان كومبيتيتيف صافي il va les diminuer بجوج بيهم بجوج لي بارامتر غادي ينقصو دونك في ام والكا ام بجوج بيهم دونك دابخي لو غراف اون دوبل انفيرس اون كونستات كو لو ميليبيوز لي هو لينيبيتور في هاد الحالة ديميني كا ام اي في ام دو لونزيم il s'agit donc d'un inhibiteur incompétitif و بوغ لي ديتيرميناسيون ديال لي بارامتر كيما درنا بالنسبة لي زيكسيسيس لي قبل اون ابسونس دو ميليبيوز ها شحال خرجت لنا دونك بجوج بهم غادي يخرجوا لنا دي ريزلتا دي ديفيرونت الكا اي ها كيفاش نخرجوها دونك ديريكتومون ولا تخوازيام كيسيون غادي نمشي نخدمو ونجي نحطو لكم ان شاء الله هنايا في لي ريبونس بالنسبة للكالكول دو لا تخوازيام كيسيون اللي قالنا كالكولي كاتاليتيك دو لونزيم اون سكوند موانز وعطانا لو كوفيسيون ديكستانكسيون اللي هو ايبسيلون كيساوي 3300 دونك قالنا الكا كاتاليتيك ديال لونزيم دونك حنا كنعرفو بلي الفي ماكسيمال كتساوي الكا كاتاليتيك
fois la concentration de l'enzyme E0. Donc derrière E0 serait là. Donc اول حاجه باش نجاوب على هاد لا كيسيون، هذيك في ماكسيمال اللي عندنا راه عندنا بميكرومول بار مينوت ياك، وحنا غادي نمشيو نشوفو ديك الفي ماكسيمال ديال لونزيم هي هادي، دونك ديال سون انيبيتور ماشي اون بريزونس دي انيبيتور. دونك هاد 0.1 ما تمشيوش عند اون بريزونس دو ميلي بيوز، اون ابسونس دو ميلي بيوز، بقاش قالنا ديال لونزيم صافي. دونك في ماكسيمال ديالو ولا في ماكس كتساوي 0.1، ولكن لونيتي اللي عندنا هي الدلتا، هاي الدلتا دي او باغ مينوت. دونك حنا خصنا نحولو هاد دلتا دي او ولا دلتا ابسوربونس ولا دلتا دي او باغ مينوت، خصنا نحولوها للميكرومول باغ مينوت. دونك اون باس دو دلتا دي او باغ مينوت ا ميكرومول باغ مينوت افيك لا غولاسيون دو بيرلونب اللي كتعرفوها، اللي كنديروها ملي كنديرو سبيكتروفوتوميتري باش نخرجو لي كونسونطراسيون اون فونكسيون دو لابسوربونس ولا اون فونكسيون دو لا دونسيتي اوبتيك. صافي سي لا ميم شوز. دونك لا دي او كتساوي لا كونسونطراسيون فوا داك لا لونغور ديال الكيف اللي غالبا كيساوي واحد فوا داك لو كوفيسيون ديال ايبسيلون اللي في هاد الحالة عطانا 3300 في لي دوني 3300. دونك اول حاجة خصنا هاد في ماكس نحولو هاد لينيتي دونك ميكرومول باغ مينوت، باش نحولوها غادي نديرو هاد دي او على ايبسيلون فوا لا لونغور ديال الكيف. صافي داكشي علاش عطانا ايبسيلون في لي دوني. دونك في ماكسيمال هي 0.1 ديال لونزيم هي هادي على لو كوفيسيون ديكستانكسيون فوا واحد هي 3300. دونك في ماكس كتساوي 3.03 في 10 اس ناقص 5. دونك ملي خرجنا في ماكس من بعد غادي نخرجوا الكا كاتاليتيك، كتجينا ساهله. كنعرفوا باللي في ماكس كتساوي كا كاتاليتيك فوالا لا كونسونطراسيون اون لونزيم، لحقاش نورمالمون واش قلنا؟ قلنا غادي نحسبوا ديال لونزيم. دونك الكا كاتاليتيك كتساوي غير هادي في ماكس على الاو دونك الكونسونطراسيون لونزيم اللي هو البيتا غالاكتو زيداز في هذه الحاله. صافي في ماكس خرجنا هي 3.03 في 10 ناقص 5 نقسمو على 1.19 في 10 ناقص 9 اللي هي لا كونسونطراسيون لونزيم، تعطينا 4 في 10 اس 4 مينيت موانزا. ملي غادي نديرو لي زينيتي ولا كشي غادي تبقى لنا المينيت موانزا، ولكن حنا خصنا نقسمو طلبو منا بالسكوند موانزا، دونك كنقسمو على 60. صافي الفو ديفيزي باغ 60 بوغ باسي دي مينيت موانزا اون سكوند موانزا، و ريزولتا فينال هي 666 سكوند موانزا. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي زيكسيرسيس كلهم، اللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي في كومونتير، ولا فيديو طلع طويل ما عندنا ما نديرو، وتقدروا تمشيو تشوفوا لي فيديو اللي قبل. دونك هذا غادي يكون لو ديرنيير اكزيرسيس، لو ديرنيير ديفيزيون ان شاء الله. هذا هو لا فيديو التالي، دونك تقدروا تشوفوا لي فيديو اللي قبل اللي قبل ديال لا سيني، المهم كلشي اللي كاع لو بروغرام كي كوفري كاع البروغرام. وما تنساوش ديروا ابوني وبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم باش حتى هما يستافدوا ولا يعاونكم.